وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. اما بعد حياكم الله اخواني واخواتي في كل مكان واهلا وسهلا ومرحبا بكم. إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب وردت إلي أسئلة كثيرة جدا سأجيب على ما يسمح به الوقت وأبدأ الأسئلة بسؤال الأخت أم محمد العدوان من الأردن أم محمد تقول طبعا أنها اشترت بيت وسجلت باسم أخوها تقول لي أني أرمل وأولادي صغار وبعد فترة قررت أبيع عن طريق قرابة مرة أخوي يشتغل سمسار بالعقارات واشترط اشترط أن له عمولة 200 دينار إذا جاء مشتري للبيت وفعلا جاء مشتري دل على البيت وغاب ما تابع معه وصارت المعاملة بيني وبين بين المشتري وبين أخي لأنه اشترى عن طريق البنك البنك واستمرت المعاملة ما يقارب ثلاث أشهر وتمت البيعة وبعد أربعة شهور رجع السمسار يطالب بمئتين دينار وذكرت طبعا قصة طويلة يعني يريد وطالب وكذا وهدد وشيء من هذا القبيل أولا أختي أم محمد العدوان بارك الله فيك أولا أشكرك على المقدمة اللي قدمتيها والثناء وأيضا لك الأجر والثواب كونك يعني تنصحين من حولك يتابعون البرنامج يتابعون الأشياء الطيبة صلى الله تعالى أن يكتب أجرك الأمر الثاني أختي الفاضلة يظهر والله أعلم أن السمسار له حق في الميتين ليش؟ لأنه ليس من شرط السمسار أنه يتابع المعاملة السمسار يدل المشتري على البيعة على العين أو يدل البائع على في مشتري هنا هنا فما دام يا أخت الفاضلة اشترطتم اشترط عليكم 200 دينار سمسرة هذا من حقه هذا من حقه بعيد عن التهديد بعيد عن كذا قولي له لله عز وجل أنا سألت أهل العلم وقالوا هذا حقك تفضل فاحرصي بارك الله فيك أن تخمد الفتنة هذه وأن لا تجعل الصدور تغلي بالحقد والكراهية وقولي له تفضل هذا الميتين دينار وبر ذمتك من هذا بارك الله فيك ضحى من العراق بارك الله فيها تقول هناك ولد يشتري أواني الطعام المستخدم وأنا قلت له تعال غدا حتى أجمع اللي عندي وجاء في الموعد لكن والدتي قالت لا أبيع الأواني أعطيهم للفقراء وذهب الولد هل أنا بهذا أخلفت الموعد مع الولد أختي ضحى بارك الله فيك الجواب لا الجواب لا أنت ما أخلفتي الموعد مع هذا الشاب أنت قلتي له تعال على اعتبار أنه الوالده ستبيع وبعدين الوالده هي اللي غيرت رايها اذا ما عليك شيء ولله الحمد والمنه ما عليك شيء ولا تكونين قد اخلفتي الوعد اطمئني بارك الله فيك لكن الاعتذار قولي له اذا كان هناك تواصل او تكلفين احد اخوانك يقول سامحنا لان الوالده غيرت رايها من البيع الى اعطائها للفقراء والمساكين. امة الله من سوريا تقول أمها كانت تقول لها وهم صغار بأنه حصل بينها بينهم زعل وقالت قالت لي بعثني أن زوجها بعثها بسيارة وقال لي السائق قول لأبوها بنتك طالق بالثلاث ثلاث مرات تقول أمي قالت لي السائق لا تروح لعند أبوي وأخذني عند أختي ورحت لعند أختي بنفس اليوم رجعني وقال بأنه كان يعني في عصبية هل يقع الطلاق أختي أمة الله من سوريا بارك الله فيك طبعا بالنسبة لي يعني هذه المسألة قديمة فيما يظهر وما دام أنه أرجعها فإنها محسوبة عليه يعني الطلاق محسوب عليه لكن هل يحسب ثلاث أم يحسب طلقة واحدة قد يكون يعني, يعني والدكم قد سأل أهل العلم وقالوا له هذه طلقه على مذهب من يرى بأن الطلاق بالثلاث طلقه واحده قد يكون، فقولي للوالده تسكت عن هذا الموضوع، وما في داعي فتح مثل هذه الملفات ومثل هذه القضايا القديمه. الآن هي زوجه وجابت أولاد وكذا وعلى يعني أقصى ما يمكن أن يقال بأنه قال هي طالق بالثلاث تحسب واحده وهذا على قول قول جمع من أهل التحقيق ها والمسألة بعيدة وجابوا أولاد فقول الوالدة تنسى هذا الموضوع وما دام إنه ما تكرر بعد ذلك الطلاق لكن هي محسوبة عليها طلقة واحدة بارك الله فيك وفي الوالدة علي الراشد من العراق يقول هل يجوز أن أسجل ابن أخي بإسمي علي الراشد من العراق بارك الله فيك الجواب لا، لا يجوز للانسان ان يتبنى احدا سواء كان ابن اخيه او ابن اخته او اجنبي فالتبني في الاسلام محرم، انت الان لما تضيفه على اسمك تبنيته فيصبح محمد بن علي الراشد وهذا لا يجوز، والله جل وعلا يقول ادعوهم لابائهم هو أقصط عند الله، والنبي عليه الصلاه والسلام كان قد تبنى زيد بن حارثه زيد بن حارثة كان عند خديجة فوهبته للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما نزلت الآيات اللي تحرم التبني قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال هذا زيد ابن حارثة. فترك مناداته بزيد ابن محمد ولأن الله تعالى حرم التبني فتنتبه لهذا بارك الله فيك. آه الغالبي صادق صادق يقول يقول جل وعلا: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. يقول كلنا نريد الدار الاخره، كيف من يريد؟ وكيف من يريد ولكن يريد العلو في الارض مثلا؟ يا الغالبي صادق بارك الله فيك، بالنسبه لهذه الايه تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، المقصود باولئك المشركين والذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ويفسدون في الأرض أيما إفساد وهذا لا يعني أن المسلم إذا أفسد في الأرض أنه لا يعاقب لا قد يعاقب المسلم الذي يفسد في الأرض ولكن هذه الآية إنما سيقت لغير المسلمين بارك الله فيك أمت الله من سورية تسأل تقول هل يجوز الوضوء من غير ما نستنجي من الافرازات وهل يجوز مسح الافرازات بمنديل فقط؟ اختي امة الله من سوريا، بالنسبه لمسح الافرازات بالمنديل نعم، المراه التي عندها افرازات كثيره مثلا وتريد ان يعني تزيلها، اما تزيلها بالماء او تزيلها بالمناديل. يعني هذا يسمى الاستجمار. هذا جائز. اما قضيه الوضوء فنعم تتوضا لان القاعده الشرعيه ان كل خارج من السبيلين حتى ولو كان طاهرا يجب الوضوء منه يجب الوضوء منه والا اذا كانت رطوبات خارجيه يعني ليست هي من الرحم او ليست هي من مجاري مثلا البول مثلا وانما رطوبه عاديه ها هذه مساله اخرى اما اذا كان يخرج من يعني من الجوف فهذا فيه الوضوء النجاسه العلماء يفصلون فاذا كان هذه كانت هذه الافرازات خارجه من 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 مجرى البول فنجسه يجب الاستنجاء او الاستجمار منها مثل ما ذكرت لك يعني يجزي المسح اما اذا كانت خارجه من غير مجرى البول فلا يجب غسلها يعني بمعنى لو انك صليتي والافرازات نازله عليك من غير مجرى البول صلاتك صحيحه ولله الحمد والمنه هذا طبعا بعده الوضوء أنا قصدي بعد الوضوء أو آثار آثار الإفرازات آثار الإفرازات أبو حميد من عجمان يقول عندي بالعائلة مسوين جروب يعني يقول مجموعة قرآن من عشر أشخاص كل شخص أسبوعيا يقرأ ثلاث أجزاء من القرآن بهذا نكون مجتمعين أنهينا ثلاثين جزء هل تعتبر هذه ختمة جائزة ولا فقط نؤجر على القراءة اخوي ابو حميد من عجمان بارك الله فيك، لا شك بان قراءة القرآن من العبادات الجليلة ومن القربات العظيمة، والاصل ان الانسان يقرأ القرآن بنفسه او يقرأ القرآن مع الاخرين، واذا كان هناك تعاون مثلا بينكم على ان تقرؤون مثلا تشجعون بعض في جلسة مثل من خلال هذه المجموعات، الاصل الجواز بشرط ان لا يكون هناك الزام ولا اجبار ولا انكار على من لم يقرأ فإذا وجد إلزام وإنكار وإجبار لا ما يصلح هذا، هذا قد يدخله الرياء وقد يدخله يعني كراهية القراءة موافقة لأهواء الآخرين، فهذا تترك، أما برضا الجميع أو يقال والله اللي يحضر الله يحييه مثلا ما في بأس ولله الحمد والمنة. وائل سلطان من الكويت يقول: دعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بالنسبة للنيه فقط يقول القرآن أم نقصد بها جميع الكتب المرسلة المنزلة من الله سبحانه وتعالى؟ أخوي وائل سلطان اللي فهمت من سؤالك أنك تقصد أعوذ بكلمات الله هت... هل هذه الكلمات هي القرآن أم ما جاء في جميع الكتب المنزلة؟ هذا اللي فهمت أنا وكأنك تقصد هذا الشيء. الجواب أخوي الفاضل بالنسبة لي هذه الاستعاذه أعود بكلمات الله التامات يكون تكون كلمات الله القدريه والشرعيه كلمات الله القدريه والشرعيه فالشرعيه لما جاء في كتاب الله عز وجل القرآن وما جاء في الكتب المنزله الاخرى مما لم يحرف واما القدريه فهي كلمات الله الذي اذا قال للشيكون كن فيكون الأخت أم ريحانة من ليبيا بارك الله فيها تقول أسأل عن في ظفر الشعر أو ظفر الشعر بخيوط الصوف هل هي حلال أم حرام وهل تعتبر من من الوصل أختي أم ريحانة من ليبيا بارك الله فيك بالنسبة لهذه الخصلات أو ما يسمى بالقرامل إذا كانت من صوف إذا كانت واضح أن من يراها يعرف بأن هذه ليست من الشعر يجوز للتزين التزين للزوج بين النساء يظهر لي بان هذا ليس من الوصل الوصل ما كان من الشعر ومتصل بالشعر مباشره ام ايمن من اليمن تقول عندما اسافر اقصر واجمع في الطائر وعند وصولي الى المكان الذي امكث فيه لزياره اهلي ايام قد تكون اسابيع او اشهر او سته اسابيع اصلي كل فرض في وقته واحيانا يعني يؤذن الفرض الاول وانا خارج المنزل وارجع واجمع دون قصر أو أقصر وأجمع يعني أنوع أختي ايمن مبارك الله فيك يعني الأصل أن الإنسان إذا سافر يترخص برخص السفر من القصر والجمع أنت الآن لما تصلين إلى أهلك عندك ملحق عندك بيت عندك غرفة تستقرين فيها إذا قلتي لي نعم ما تترخصين برخص السفر هذه إقامة لك تقولي لا أنا أسكن في الفندق أسكن عند أهلي لكن ما عندي مكان انت انت مسافره تترخصين برخص السفر، تقولي والله حابه اني انا يعني اصلي الصلاه تامه غير مقصوره لا حرج في ذلك ولله الحمد ما دمت في البلد واذا احتجت مثلا تجمعين ما في بأس في مثل هذه الحاله للحاجه الملحه اذا كنت تعتقدين بانك اذا خرجت من البيت قد يفوت عليك وقت الصلاه ممكن تجمعين بارك الله فيك. أحمد من إيطاليا يقول عندي صديق قبل أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر يصلي ركعتي السنة في البيت وعندما يصل المسجد يصلي الفجر في جماعة فقط هل هذا صحيح؟ أحمد بارك الله فيك الجواب نعم هذا صحيح بارك الله فيك يعني سنة الفجر القبلية هذه سنة مؤكدة يصليها الإنسان بعد الأذان إذا دخل الوقت بعد الأذان وإذا صلى في البيت ثم ذهب إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة يدخل صلاة الفجر مباشرة اما اذا ذهب المسجد والصلاه ما اقيمت بعد فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ام احمد من عمان تقول هل يجوز للاب ان يعطي مبلغ الزكاه للابن او الابن الذين عليهم قرض سكني عن طريق البنك؟ ام احمد من عمان بارك الله فيك الاصل ان الوالد لا يعطي اولاده من الزكاه. واستثنى العلماء حاله واحده وهي ان ان يكون الولد غارما يعني عليه قرض دين بحق فاذا كان اولاده عليهم قروض بحق شراء سكن ولا كذا وما عندهم القدره على السداد يعني ما عندهم راتب مثلا يسددون اقساط شهريه ممكن للاب ان يعطيهم من الزكاه، بارك الله فيك أم أيمن من اليمن تقول ابني لقي وجد مبلغ من المال سبعة وسبعين ألف ريال يمني وصرف في قضاء الدين ومصاريف ما الحكم؟ أم أيمن بارك الله فيك هذا المبلغ كبير وهذا مما يرجع صاحبه يبحث عنه ولذلك تصرف ابنك خطأ يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويجب عليه الآن أن يرجع فيعرف بهذا المبلغ يعني في المكان الذي وجده فيه يخبر الدكاكين المحلات المتاجر اللي حوله يخبر الناس يقول في مبلغ وجدته مفقود هنا لا يقول لا يذكر يعني المبلغ لكن يقول أنا وجدت مبلغ فإذا جاء شخص يبحث يقول أنا فاقد سبعة وسبعين ألف عملة يمنية فيها كذا فئات يقول تفضل أما قضية أنه يعني يكتمه لا لا هذه هذا حرق النار نسأل الله العافية والسلام قول اللي ابنك يعرفه مدة سنة كاملة مدة سنة كاملة ويحط رقم تلفونه ويخبر الناس بعد سنة ما جاء ها واجتهد في تعريفه خلاص يملك هذا المبلغ أم سارة من اليمن تقول أنا أشرب دواء منع الحمل وكل شهر أشرب شريط وكل شريط به واحد حبة وأوقف ثلاث أيام وتجيني الدورة وكل شهر كذلك لما وصل شهر رمضان واصلت يعني وصلت الدواء وشربت شريط وراء شريط من شان لا تجيني الدورة حتى ما أفطر هل علي حرام؟ أختي أم سارة بارك الله فيك لا ما عليك شيء في هذا ما دام أن أنك قادرة ولا يتضرر تتضررين بهذا وقصدت بأنك توقفين الدورة حتى تكملين شهر رمضان ما عليك شيء ولله الحمد والمنه لكن العلماء يستثنون الحالات اللي تتضرر فيها المراه وتتاذى وتلخبط عليها الدوره يمنعون اما قضيه لا ما عليك شيء ولله الحمد والمنه ام عمر من المانيا بارك الله فيها تقول عندي صديقه تشتغل في دار للمسنين في المانيا طبعا ام عمر من المانيا تقول يعني تشتغل بالتسليه وتسليتهم واللعب معهم وترافق الطبيب، هل في شيء؟ اختي عمر بارك الله فيك ما دام ان شغلها قائم على قضيه تسليه كبار السن والحديث معهم ويعني اعطائهم فسحه وترافق الطبيب من دون خلوه، ما فيها شيء ولله الحمد والمنه وتحتسب النيه تبيت النيه في نفسها انها تحببهم للإسلام بأخلاقها أو يعني تعاملها الحسن وتدعوهم للإسلام ما تدري لعل الله عز وجل يكتب على يديها إسلام هؤلاء الكبار كبار السن لأن يفتقدون في الغالب إلى عندهم يعني عندهم حاجة إلى يعني هذا الدين العظيم فتعرض عليهم بسهولة إلا إذا منعت قيل لها ممنوع مثلا لا تتحدثين بكذا وظيفتها فيما يظهر بأنها يعني مباحه لانه ما فيها شيء محرم، بارك الله فيك. امال من المغرب تقول هل يجوز لبس الباروكه للتزين للزوج؟ اختي امال بارك الله فيك، الاصل ان الباروكه من الوصل، فالراجح من قول اهل العلم ولا يجوز للمراه ان تلبس الباروكه، اما اذا كان هناك صلع في راسها، تساقط شعر، قالوا لا بأس ان تتزين لزوجها بلبس الباروك، لا بأس ان تتزين لزوجها بلبس الباروك. ام عبد المنان من الامارات تقول لما ادخل الحمام اكرمكم الله انسى الدعاء وعندما اتوضأ انسى قول بسم الله وعندما انتهي يعني اتذكر ماذا علي؟ ام عبد المنان بارك الله فيك ما عليك شيء ما عليك شيء لماذا؟ لان هذه سنه سنه فمن السنه للانسان اذا اراد ان يدخل الخلاء يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اذا نسيه ما عليه شيء من السنه عند الوضوء يقول بسم الله في بدايه غسل الكفين اذا نسيه ما عليه شيء اذا تذكره اثناء الوضوء يقول بسم الله فما عليك شيء بارك الله فيك ابو احمد من دبي يقول صار بيني وبين بعض الاخوه جدال حول ملك اليمين هل هو موجود حاليا في زماننا ام لا؟ أبو أحمد بارك الله فيك الجواب لا غير موجود غير موجود ملك اليمين بارك الله فيك فصاحبك تقول له غير موجود واعتقاد بعض الناس أن العاملات في المنزل أو الخادمات ملك يمين هذا اعتقاد باطل هذا اعتقاد باطل ولا يجوز إنسان أن يفهم مثل هذا الفهم ها فما في الآن ملك يمين بارك الله فيك في حدود اطلاعي دولنا هذه كلها ما فيها ولله الحمد يعني الآن ما في شيء من هذا القبيل فاطمه من ليبيا تسأل تقول يا شيخ الرجل بذيء الكلام والمعامله ويهمل بيته وزوجته ولا يهتم بشيء الا فقط حقه اللي في الفراش ولما تمتنع زوجته عن ذلك هل هي مذنبه؟ اختي فاطمه بارك الله فيك، يعني بالنسبه للزوج المهمل بمثل هذه الطريقه وبذيء في الفاظه، مهمل لاولاده، لا يراعي مشاعر زوجته، فقط يريد قضاء الوتر فقط يعني هذا يحتاج إلى أن يراجع نفسه يحتاج إلى أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يؤدي الحقوق وأن يقيم الواجبات ذكري بهذا ذكري خوفي بالله والله انتفع الحمد لله لك الأجر والثواب إذا ما استجاب لا حرج عليك في الامتناع عنه يعني يجوز لك أن تمتنع عنه من باب العقوبة من باب التأديب لا تستجيبين له لك الحق يعني أنا أقول هذا من باب أنك غير مذنبة لكن إذا استجبت ما عليك شيء يعني إذا أنت استجبت له مع هذا الوضع ومع هذه الحالة ما عليك شيء الكلام وين إذا امتنعت وأنت أنت تقصدين تأديبه وزجره حتى يعود إلى رشده ما عليك حرج ولله الحمد والمنة ميثا من الإمارات تقول يا شيخ ما رأيك بمن يتعامل مع زوجته يعني أثناء الدورة الشهرية ويعتقد بانها نجسه ولا ينام معها ويتغير تتغير معاملته معها وعندما يعلم بانها قد طهرت يتودد لها الى غير ذلك. اختي ميثه بارك الله فيك، لا شك بان هذا الجنس من الرجال لديه جهل لديه جهل ولذلك لابد ان يعلموا يا اخواني يا اخواتي بارك الله فيكم المراه اذا حاضت ليست نجسه. المراه اذا حاضت ليست نجسه. وانما الدم الخارج هو النجس ولذلك الله عز وجل قال ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض اعتزلوا الجماع يعني هذا المعنى الآيه فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن لا تقربوهن في الفراش يعني بالجماع فإذا تطهرن اغتسلن فاتوهن من حيث أمركم الله فالمرأه الحائض يعني تطبخ و يعني تفعل كل شيء مثل حالتها الطبيعيه هي ممنوعه من الصلاه ممنوعه من الصيام ممنوعه من مس المصحف ممنوعه من الجماع فقط النبي عليه الصلاه والسلام لما كان نائما مع احدى زوجاته انسلت بشكل يعني تريد ان ما ينتبه لها ففطن لها النبي صلى الله عليه وسلم قال نفستي يعني حطي وكان يامرها أن تأتي وتنام معه في الفراش من دون جماع فمثل هؤلاء الأزواج اللي يتودد في حالة الطهر ويبتعد في حالة هذا لديه جهل لا بد أن يفهم ولا حياء في الدين ولله الحمد والمنة لأن هذه مسائل قد تؤثر على الحياة الزوجية يعني المرأة في فترة العادة تحتاج عطف وحنان واقتراب أكثر من أي وقت آخر وهذا معروف لأن هناك تغيرات لديها فلذلك لابد على هؤلاء الأزواج أن يفهموا هذه الطبيعة لما لما حاضت عائشة في الحج وبكت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم رأى تبكي قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني يبتعد عن الحائض أو يقول لها يعني نامي في غرفة ثانية ولا اطبعي من البيت ولا لا تطبخين ولا شيء غير صحيح هذا الكلام أختي الفاضل أن الناس يحتاجوا الرجال هؤلاء هم قله بالمناسبه، اغلب الرجال يفهمون ولله الحمد هذا الشيء. هؤلاء الرجال يحتاجون الى ان يتعلموا الاحكام الشرعيه، بارك الله فيك. الاخ ابو حسام من حايل السعوديه يقول انا سوف اخرج زكاه مالي في شهر رمضان القادم، هل الزكاه اخذها من نفس المال اللي اسحبه من الصرافه ام يعني اللي من اي مال اخر؟ ابو حسام بارك الله فيك وبارك الله فيما اعطاك، بالنسبه لي الإنسان إذا أراد أن يخرج الزكاة يخرجها من أي مال يملكه سواء من نفس المال أو من الصراف أو من يعني اللي في البيت أو من الموجود في المحفظة يعني بعض الناس زكاة مثلا ألف ريال ها وموجودة عنده في المحفظة يطلعها ويعطيها ما هو بشرط لازم يروح والله يحسب اللي في البنك ولا يحسب اللي في الصندوق أهم شيء تملك المال تطلع الزكاة منه أم ناصر من العين الإمارات تقول عندنا عجوز تصلي بس ما تعرف سورة الفاتحة هل صلاتها صحيحة؟ أم ناصر بارك الله فيك وبارك الله في هذه العجوز أخت الفاضل علموها سورة الفاتحة سورة الفاتحة سهلة ولله الحمد علموها فإن تعلمتها الحمد لله ما تعلمتها قولوا, قولوا لها تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لان النبي عليه الصلاه والسلام كما في السنن علم اعرابيا ما استطاع يحفظ الفاتح فعلمه ان يقول هذه بدل عن الفاتح لكن ركزوا عليها بالحفظ وجيبوا لها يعني من الاقراص مثلا ولا شيء تسمع باستمرار وان شاء الله تحفظ بحول الله امه الله من العراق تقول انا متزوجه من 15 سنه وزوجي يعني يشاهد افلام اباحيه ولا يتوب الى الله واذا ذهبت الى اهلي يمارس عادات سيئه جدا ولما أواجه ينكر هذا العمل وانا كشفته كثير ومقصر في حقي يعني عفوا تقول غير مقصر في حقي لكن انا اخاف من عذاب الله ومن عقابه اختي امه الله بارك الله فيك اولا بالنسبه لي يعني الحاله اللي بينك وبين زوجك واضح بان الرجل يقيم حقوقك ويؤدي الواجبات التي لك وهذه نعمة من نعم الله الأمر الثاني ما ذكرتيه يعني يحتمل يعني الصدق ويحتمل غير الصدق فمثل هذه الأشياء هل أنت وقفت عليها بأم عينيك يعني رأيتيها بنفسك ولا مجرد شكوك وظنون لأنه ثبت لدينا يا أخت الفاضلة أن بعض الزوجات عندها غيرة زائدة عن الحد وسوء ظن بالزوج عفوا سوء ظن بزوجها تجاوز الحدود ربما للاسف الشديد اي تصرف تحاول تفسر تفسير مغلوط فاذا زوجك يقول لك لا غير صحيح انا ما اسوي هذا الشيء مثلا صدقي صدقي لان الله عز وجل بيحاسبه وما ما يحاسبك انت اما اذا وقفت على شيء بام عينك ورايتيه وكذا أو هنا ياتي دور النصيحه والموعظة والتذكير وما تهدي من بيتك يعني قد يكون بعض الأزواج يمر بفترة مراهقة بخطأ ممكن لا نحن لا نقر على هذا لكن أنك تحافظين على زوجك وعلى بيتك وعلى أسرتك خاصة ذكرتي بأنك غير مقصر معك فحافظي على زوجك بارك الله فيك وذكريه قولي لي غير أصحابه إذا أنت تأكدتي لأن الأصحاب يأثرون على يعني الصاحب يتأثر بأصحابه الصاحب ساحب مثل ما يقولون ها والطباع سراقة والمرء على دين خليله فيغير أصحابه يحاول يعيش مناخات إيمانية أجواء روحانية يعني يحتقر هذا التصرف اللي ذكرته من نظر إلى أفلام إباحية أو شيء هذه قذارة ما أعتقد إنسان يعيش أجواء إيمانية يسمح لنفسه أنه يتابع مثل هذه الأشياء مروان من العراق يقول لدي أخت توفي زوجها بكورونا وعمرها الآن 43 سنة وهي في العدة هل يجوز أن تذهب إلى بيت والدها والدتها لأنها تصاب أصيبت بكآبة وتأخذ علاج أخوي مروان بارك الله فيك بالنسبة لي يعني هذه الأخت الأصل أنها تبقى في بيت زوجها الذي مات في هذا الأصل تقول لي والله الآن لا هي دخلت في حالة اكتئاب أصيبت بمرض نفسي تأخذ علاج صعب وجودها في هذا البيت لوحدها أو تكون مع أهل زوجها ويعني وتعاني وكذا ممكن تنتقل لبيت والدتها لهذا السبب وإلى الأصل يجب عليها أن تبقى في بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله ثم تنتقل ثم بعد بعد خروج من العدة يعني إن حبت تنتقل ولا كذا لكن هذا الظرف الصحي اللي ذكرته نعم يجوز لها أن تذهب إلى بيت والدتها أم لينا من اليمن. تقول أنا أستعمل وسيلة حمل تسمى الغرسة، وفي رمضان حصل حريق في بيت زوجي واجتهدت في التنظيف فنزل دم مني استمر مدة عشرة استمر من عشرة رمضان إلى ثلاثة شوال، فلا أعلم الآن كم أصوم قضاء مع العلم أني لم أفطر في رمضان أثناء نزول الدم لأني لا أعلم هل هي دورة شهرية أم لا، لأن الدورة غير منتظمة مع استخدام الوسيلة اللي ذكرت. فهل عليَّ إثم؟ أختي لينا بارك الله فيكِ، طبعًا بالنسبة للمرأة تميز بين الدماء، دم الحيض غير دم الاستحاضة. دم الحيض أسود، ثخيل له رائحة، ينزل غير متج سائل غير متجمد، ودم ال... الاستحاضة مثل دم الرعاف. خفيف وأيضًا لما ينزل ويبقى، يبقى متجمد. يعني يعني عفوًا ينزل يعني يتجمد حاله, حالة نزوله. انت الان عندك مشكله انت تتناولين دواء ثم حصل شيء يمكن هذا الشيء الحريق اللي سبب لك رده فعل معينه حاله نفسيه فنزل منك الدم لكن من ثلاثه من عشرة رمضان الى ثلاثه شوال يعني 23 يوم 23 يوم كثيره جدا ولذلك اخت الفاضلة أنت ترجعين هل الدم تغير أم أنه شيء واحد هذا استحاضة يكون يكون استحاضة وتحسبين الأيام فقط اللي كنت تحيضين فيها اللي سبع أيام أو ثمانية تقولي لا نفس دم الحيض تستمرين إلى خمسة يوم فقط وبعدين تطهرين بالاغتسال وتكملين صيامك الآن ترجعين بارك الله فيك والاحتياط طبعا لك انك تقضي تقضين تقضين هذه الايام كلها لانك اصلا انت ماموره بالقضاء انت ماموره بالقضاء حتى لو كنت يعني حائض افطرتي حال الحيض تقضين الصوم ولا تقضين الصلاه فيجب عليك بارك الله فيك القضاء اقضي هذه الايام كلها من باب الاحتياط. ام محمد من عمان تقول عندنا سدره متضررين منها أصابت سور البيت في شق وعادي يسقط في أي لحظة وثمرة لحظة ثمرتها يا شيخ وفيها دود أيضا هل يجوز أني أقصها ولا غير جائز سمعت أن يقص السدرة يصاب أهل البيت بضرر أم محمد بارك الله فيك أولا بالنسبة لقطع شجر السدر لا لحاجة ولا لضرورة وإنما مجرد عبث وردت فيه أحاديث صحها كثير من أهل العلم أن من قطع سدرة عاقبه الله بأن يصب رأسه في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما قضية تضرر أهل البيت هذا ما صح في شيء من قطع سدرة يتضرر أهل البيت هذا غير صحيح الأمر الثاني بالنسبة لما وصفتي من شجرة السدر اللي عندكم هذه يجوز قطعها لماذا؟ لأنكم متضررين منها فيها دود كما ذكرتي وثمرتها أيضا غير صالحه مثل ما ذكرتي وهي ليس فيها ثمر لكن عموما ما يسقط منها وايضا مساله كونكم متضررين تسقط على الجدار وتسقط على كذا ما في باس لو قطعتوها لان هذا ليس من باب العبث وانما من باب دفع المفسده بارك الله فيك. الاخ الذهبي من فرنسا، الذهبي من فرنسا يقول امام مسجد قام من التحيات الاخيره في الصلاه الى الركعه الخامسه واستتم قائما. هل يرجع عن ماذا؟ الذهبي بارك الله فيك اي امام زاد في الصلاه بحيث انه قام الى الخامسه وتذكر يجب عليه ان يرجع وان يجلس وياتي ب التحيات ويسلم ثم يسجد للسهو. اللي ترك التشهد الاول وقام وتلبس بالركعه الثالثه وتذكر هو الذي لا يرجع، لاحظت الفرق؟ من نسي التشهد الاول ثم استتم قائما في الركعه الثالثه وتذكر او ذكر من قبل جماعه المسجد قالوا سبحان الله وهو قد استتم قائما وتلبس بالركن ما يرجع. من نسي في التشهد الاخير الثاني وقام الى الخامسه ها؟ فتذكر بانها الخامسه الان أو ذكره من خلفه يجب عليه أن يجلس ولا يستمر في الصلاة، كيف يستمر بركعة خامسة؟ كيف يستمر بركعة باطلة أصلاً؟ فلا بد أن يرجع بارك الله فيك. أم شهد من اليمن تقول هل يجب على تارك الصلاة قضاء الصلوات ولا تكفي التوبة؟ أختي أم شهد بارك الله فيك إذا كان تركه للصلوات صلوات قليلة مثلاً أيام عفواً أوقات نعم يقضيها أما إذا كان كان تاركا للصلاة فترة من الزمن متساهلا متهاونا فالراجح من قول أهل العلم أنه لا يقضي الراجح من قول أهل العلم أنه لا يقضي وإنما يجب عليه التوبة والاستغفار والمواظبة على الصلوات والإكثار من النوافل الإكثار من النوافل هذا هو القول الراجح بارك الله فيك <applause> الاخت رقيه من الامارات تقول اختي عمرها 40 سنه متزوجه من 13 سنه ما رزقت باولاد رغم المحاولات العديده لاطفال الانابيب وعمليات الجراحه الخاطئه من اطباء وفي اخر محاوله وجدت جميع الاجنه لديهم عيب خلقي ولا يسمح بنقل الاجنه والطبيب يقول احتمال التحليل الجيني في خطا لكن انت تحملين المس أنت تتحملين المسؤولية ولا يقبل قبل... نقل الأجنة المشوهة هي تشعر بالذنب تطلب من زوجها الزواج لكن هو احتراما لها لا يقبل ويطلب منها باستمرارية المحاولة لكن أختي تقول فقدت الأمل بعد المحاولات العديدة اقترحنا عليها التبني ولكن لا تقبل تقول حرام التبني هل يجوز نقل الأجنة وفيها عيب جيني ولكن حسب كلام الطبيب التحليل الجيني غير مؤكد هل تتحمل إثم إذا تم إتلاف الأجنه أختي رقية بارك الله فيك وبارك الله في أختك وأسال الله تعالى أن يرزقها من واسع فضله. بالنسبة لقضية يعني الـ الإنجاب وطلب الولد هذا أمر يعني شيء فطري جبلي فطر الله عز وجل الإنسان على محبة الولد والسعي في يعني طلبه. الأخت الآن لما ذكرتي بأن احتمالية كبيرة بأن الأجنة تكون مشوهة ما في داعي أن تدخل في مثل هذه المتاهات والمسارب ما في داعي يعني واضح بأن غالب الأطباء يقولون بأنها يعني لو قدر وحملت سيكون مشوه فما في داعي أن تدخل في مثل هذا الأمر التبني نعم صدقت التبني محرم ولا يجوز لكن في حضانة في تربية ممكن يعني تأخذ طفل صغير عمره دون السنتين مثلا وترضعه مثلا وإذا كان يعني ما يدر لها لبن تخليك أنت يا أخت الفاضلة ها أنت ترضعينه حتى يحرم على يعني على على زوجها مثلا حتى تحرم إذا كان عفوا إذا كانت البنت تحرم على على زوجها لأنك أنت خالتها من الرضاعة، وإذا كان ولد يحرم عليها هي أيضاً إذا كبر. المقصود بأنه ممكن تحضن طفل تربيه مثلاً ترضعه حتى لو استعملت ما يسمى بإدرار الحليب. في الآن عند بعض الأطباء أظن أدوية أو إبر تدر الحليب. وترضع هي تصير أمه من الرضاعة أهم شيء في حدود السنتين فأختي الفاضلة يعني أنا أشوف بأن رأيها رأيها هو الصواب رأيها هو الصواب أنها تترك مثل هذا الأمر لكون فيه مخاطر كثيرة أسماء من إيطاليا تقول أصابني أصبت بمرض السرطان ومرت بي ضغوطات الحياة الكثيرة وأيضا جاءتني كورونا أصبت بالاكتئاب ومنوبات الهلع هل أنا يعني آثمة لأنني أصبت بمثل هذه الأمراض أسماء من إيطاليا بارك الله فيك يعني بالنسبة للمسلم يتعامل مع هذه الأشياء بإيمان أولا هذه الأمور كلها بقدر الله جميعها بقدر الله كل شيء في هذا الكون إنما هو بقدر الله لأن الله تعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون المساله الثانيه المؤمن مبتلى المؤمن مبتلى ولذلك جاء في الحديث ان ان الدنيا سجن المؤمن هذه الدنيا سجن المؤمن والله جل وعلا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين قل جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الامر الاخر المسلم يحتسب الاجر كل ما يصيب المسلم ها حتى الشوكه الله عز وجل يكفر عنه الخطايا ففي فرق بين المسلم وغير المسلم المسلم يفسر هذه الاشياء اللي يعني يعني مثلا تحصل في حياته يفسرها تفسير ايماني ويحتسب الاجر ويرى بان هذه تنقيه من الذنوب والاثام وهذا سبب من اسباب رفعه الدرجه عند الله سبحانه وتعالى مساله اخرى التسلي يعني الان اذا اردنا ان نعرف طبيعه هذه الدنيا وحال هذه الدنيا شوف الانبياء عليهم الصلاه والسلام ما منهم نبي الا وقد ابتلي منهم من قتل منهم من هجر عن وطنه وبلده منهم من أحرق بالنار فنجاه الله منهم من أوذي بالسحر منهم من ضرب منهم من اتهم بالجنون واتهم في عرضه ابتلاءات الأنبياء لهم صفوة الخلق صفوة الخلق الأنبياء ومع ذلك ما سلموا من هذه الابتلاءات فلذلك قلت الفاضلة نعم قد يأثم الإنسان إذا صدر منه تضجر صدر منه جزع, جزع جزع من جزع من هذا هذه الابتلاءات تسخط والعياذ بالله نعم ياثم على هذا اما من صبر واحتسب فله الاجر عند الله سبحانه وتعالى. ام محمد من الاردن تقول وزعوا علينا في الحرم مصاحف هل جائز ان يضعها في المسجد وتحسب لي اجر الوقف؟ اختي ام محمد بارك الله فيك الجواب نعم. انت تقول وزعوا علينا في الحرم مصاحف اذا هذه إهداءات من الحرم لكم للقراءة فيها إذا ملكتيها الآن ما دام أخذتيها وقعت في يدك هدية أو هبة خلاص هذه ملك أنت الآن تريدين أن توقفينها نعم لك الأجر والثواب ويحسب وقف لك إذا وضعتيه في المسجد أم محمد من ليبيا تقول أسأل عن قيام الليل كم ركعة يكون ومتى يبدأ وكيف اصلي هل اصلي كل ركعتين وبعد اتشهد التشهد الكامل الى اخر ما ذكرت ام محمد ملي بارك الله فيك اولا بالنسبه لقيام الليل يبدا من بعد صلاه العشاء الى اذان الفجر هذا كل وقت لقيام الليل المساله الثانيه افضل وقت لقيام الليل الثلث الاخير من الليل يعني قبل الفجر بساعه ونص مثلا بساعه او ساعتين على حسب طول الليل وقصر الليل الأمر الثالث أختي الفاضلة الليل مثنى مثنى، قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. أه الأمر الآخر نعم تأتين بالصلاة كاملة. الله أكبر تقرئين طبعا تأتين بدعاء الاستفتاح قراءة الفاتحة تقرأين سورة بعد الفاتحة تركعين ترفعين تسجدين سجدتين تقومين تأتين بالركعة الثانية مثل الأولى وتجلسين للتشهد تشهدين تشهدا كاملا. تتشهدين تشهدا كاملا وبعدين تسلمين وتقومين مره ثانيه للركعه الثانيه الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك تاتين من السنه تاتين بدعاء الاستفتاح وتكملين نفس الطريقه وتاتين ب يعني التشهد كاملا بارك الله فيك. محمد من ايطاليا يقول والدتي الله يطول في عمرها لديها مبلغ قدره أه حوالي يقول 400 أورو قالت لي عندما أموت خذ هذا المبلغ ووزع على أحفادي يعني, يعني أختي أه عندها ولد وبنت الولد أحيانا نشتغل وأحيانا لا والبنت لا تشتغل يعيشان مع أمهما لأن أختي تشتغل وهي مطلقة من زوجها لفترة طويلة وأخت الأخرى لديها ولد فقط وهي أيضا تشتغل ومطلقة لفترة أيضا طويلة وقالت لي أعطي للولدين لكل واحد منهما 150 أورو وللبنت 100 أورو فهل يجوز هذا يا شيخ أم لا لأني سمعتك مرة تقول بأن هذا لا يجوز إلى آخر ما يعني ذكر لأن السؤال طويل من محمد وأنا دائما أقول لإخواني اختصروا الأسئلة بارك الله فيكم اختصروا الأسئلة قدر المستطاع أخوي محمد بارك الله فيك الآن أنت قلت لي الوالدة الله يطول بعمرها عايشة عندها 400 أورو وصت بعد الوفاة قل لها الآن وزعي عليهم حتى تخرج من يعني الحرج ولا تدخل في الاثم الان توزع عليهم على اولاد بنات ما في داعي انها بعد الوفاه اذا كان تريد وصيه بعد الوفاه فان تخرج من الثلث ما يخرج المبلغ كله الا اذا رضيتم انتم الورثه الا اذا رضيتم انتم الورثه وانما يخرج الثلث فقط ويعطى لاولاد البنت اللي ما يرثون لانكم انتم تحجبونهم فاقول للوالده الان الآن في الحياة تعطي هؤلاء وتتصدق عليهم ولها الأجر والثواب بدل ما تخليه بعد الوفاة ويحصل مشاكل وكذا الآن تعطيهم قل لها هذا باستلامك وأنت أعطيهم بارك الله إذا قالت لا مصرة بعد الوفاة قل خلاص لكن فهمها بأن لن يخرج إلا الثلث من المبلغ أو من تركتها مثلا الثلث فقط يعطى لهؤلاء الأولاد سعاد من ليبيا تسأل تقول ما معنى اللهم من أعوذ بك من شر فتنه الحياه وشر الممات. اختي سعاد من ليبيا بارك الله فيك، يعني هذا من الادعيه التي ياتي بها المصلي في صلاته قبل السلام. اللهم من يعود بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات. ومن فتنه المسيح الدجال. فتنه المحيا فتنه الحياه. وفتن الحياه كثيره واشدها والعياذ بالله الارتداد عن دين الله. وفتن الحياه تدور ما بين الشهوه والشبهه. هذه فتن الحياه. الشبهه تتعلق بالاشياء العلميه و يعني الامور العقديه والشهوه هي تتعلق بالامور السلوكيه فهذه فتنه الكلام حول هذا طويل لكن هذا باجمال وفتنه الممات ما يحصل للانسان في قبره لان في القبر فتنه ايضا ها فتنه الممات بارك الله فيك أم عاد أم آدم من أم آدم من عمان تقول زوجي لفظ كلمة الطلاق مرة هل يتوجب الطلاق في هذه الحالة عمره فوق التسعين سنة بكامل قواه العقلية يتلفظ بألفاظ بذيئة علي وعلى أبنائه من دون أدنى سبب بناتي الغير متزوجات أيضا يتلفظ عليهن بكلام خادش أختي أم آدم من عمان بارك الله فيك أنا لا أريد أن أتحدث عن الكلام البذيء اللي يصدر من زوجك اللي عمره تسعين لأن هذا من أعجب العجب أن إنسان في هذا العمر يتلفظ بكلمات وبعبارات نابية تخدش الحياة على من؟ على أولاده وبناته وهذا والله من أعجب العجب هذا من أعجب العجب خاصة رجل في هذا السن ماذا بقي؟ ماذا يلقى ربه والعياذ بالله هو بذيء اللسان والأعمال بالخواتيم نعوذ بالله أما قضية الطلاق نعم ما دام أنه صدر قال انت طالق فهذه هذه طلقه واحدة تسمى طلقه رجعيه تبقين مده العده ها مده العده تبقين معه فاذا راجعك انت زوجه اذا ما راجعك وخرجت العده خلاص بنتي منه بينونه صغرى لا تحلين له الا بعقد جديد بارك الله فيك اشواق التركي من ليبيا تقول انا اريد ان اعرف عن صلاه التسبيح التسابيح تقول انا مداومه على النوافل وصلاه الضحى وقيام الليل يعني تريد أن تسأل تقول ما حكم صلاة التسابيح؟ أختي أشواق نعم، أختي أشواق التركي من من ليبيا بالنسبة لصلاة لي التسابيح لي جواب مطول فيها في حلقات يعني قديمة شوي، لكن ما يمنع إني أختصر لك الجواب ونحن في آخر الوقت صلاة التسابيح بدعة لأن الحديث الوارد فيها ضعيف من جهة الإسناد وايضا منكر من جهه المتن منكر من جهه المتن والحمد لله ما دام انت مواظبه على قيام الليل وصلاه النافله يعني واظبي على هذا واتركي عنك هذه الصلوات التي لم يثبت فيها شيء. اماني من ليبيا ايضا تقول اريد ايات من القران او ادعيه تساعدني على اتمام حاجه لي لان كل مره يمشي موضوع بخير وبعدين نهايته تنقلب ضدي يعني وما يكتمل. للعلم انا مواظب على الصلاه وقراءه القران. اختي اماني بارك الله فيك عليك بالدعاء ما في ايات قرانيه عليك بالدعاء لان الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال جل وعلا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فعليك بالدعاء بارك الله فيك احنا يعني ما عندنا والله من قرا السوره الفلانيه تقضى حاجته ما عندنا شيء منها عليك بالدعاء وحاولي قدر المستطاع أن تستغلي الأحوال والأزمان اللي هي مظنة إجابة الدعاء مثل حالة السجود ادعي الله في السجود مثلا في الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة بعد عصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس هذا كل وقت فيه ساعة يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء بارك الله فيك زهره ايضا من ليبيا تقول الانسان ينسى كثير في الصلاه ما حكم ذلك زهره بارك الله فيك من ليبيا يجب عليه ان يستقبل صلاته وان يحرص على ان ينسى وذلك ببذل الوسائل من احسان الوضوء واسباغه واتمامه من التهيؤ للصلاه والابتعاد عن المشوشات والمشغلات من التركيز مع الصلاه وهذا ياتي بالتعود وباذن الله يذهب عنه هذا الذي يعاني منه فاطمة من عمان تقول يعني هل يجوز قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من الجوال إذا كنت غير طاهرة مع العلم أنا متعودة أقرأ كل جمعة أختي فاطمة بارك الله فيك في الراجح من أقوال أهل العلم يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن لكن من دون مس المصحف والجوال أو المحمول أو هذه الأجهزة ليست مصحف هذه مجرد أجهزة ولذلك فيها مجموعة تطبيقات، مجموعة برامج من جملتها القرآن، وهذا القرآن من حيث اللمس لا يسمى لمس للمصحف، أنتِ تحملين المصحف يظهر لي بأنه لا بأس بذلك. وسميه من السعودية. تقول يا شيخ ما حكم العرائس لألعاب الصغار في البيت؟ وسميه بارك الله فيكِ، بالنسبة لهذه الألعاب يسمونها العرائس للأطفال فيما يظهر لي بأنه لا بأس بها. خاصة للبنات يتعودون على يعني الاطفال او يعني يتدربون على قضية تربية الطفل وكذا يعني يهيئون يظهر لي بانه لا باس لان النبي عليه الصلاة والسلام يعني اقر عائشة وصويحباتها اللي كنا يلعبنا ب يعني شيء من هذا خيل ولها اجنحة وسألها قالت اما علمت بان خيل سليمان لها اجنحة فيظهر لي لا باس بذلك يعني اهم شيء الا تعظم يعني ترمى في الارض وتتسخ والاطفال يلعبون فيها ما في باس ولله الحمد والمنه. اخواني واخواتي انتهى وقت البرنامج لكن الاسئله كثيره جدا ما انتهت. اوصيكم بما اوصي يعني اوصي به في كل يعني لقاء كتابه الاسم او الكنيه اسم البلد سؤال واحد يكون مختصر تصبرون علينا بارك الله فيكم. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.